نرجع لك أنها مستقلة وتسير وتقوم بالتسيير وتكون وزارة الصحة مثلا ك ك يعني كمنفذ ل عضو تنفيذي. نعم يا هذا هذه الخبرات أنا من بين خبراتي في الخليج عندي 17 سنة أسس مراكز بحوث في السعودية في الكويت والآن في قطر. كل المؤسسات التي مستقلة عن وزارة الصحة ناجحة 100% يعني في الميدان الصحي. وهناك مؤسسات علمية تقوم بتسيير وتمويل البحوث العلمية وحتى يعني تقوم بتسيير حتى أجزاء في وزارة الصحة.